أهلا بكم. أكد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أن إسرائيل ستضرب طهران في حال هاجمت الأخيرة تل أبيب. وأضاف ليبرمان أن بلاده ستدمر كل موقع عسكري إيراني يهدد إسرائيل في سوريا مهما كان الثمن على حد قوله. وشدد ليبرمان على أن إسرائيل لن تسمح بوجود منصات إيرانية في سوريا، وقال إن النظام الإيراني يعيش آخر أيامه.